أقيمت سهرة الخميس الماضي حفل توزيع جوائز جزائر بلوس وورد بإحدى فنادق العاصمة، وهذا بحضور وجوه فنية معروفة على غرار ريم تاكوش، أكرم جغيم، محمد بوليفان، الباجي، هيفا رحيم، وأكيد أعمال قناة الشروق تي في مرشحة للجوائز، وكان نصيب برنامج لاكازا ديال سبور من تقديم الأخوين زهير وعمار بودي حظ جائزة أفضل برنامج. علي فوزي الله يرحمه بيان سور هو مدير قناة الشروق، ما نساوهش، كان داير فيه اون غران كونفيونس وبيان سور لي بارون. وجائزة أفضل مخرج كانت لمبدع يحيى مزاحم. أحسن أداء رجالي من نصيب كريمو الدراجي لدوره في مسلسل الضمة. كريمو الدراجي خويا نبارك لك بفوزك بأحسن ممثل هذا العام، وتستاهل وإن شاء الله ما أكثر. ربي يحفظك. أولا راني فرحان بزاف، ما كنتش نستنى في هذا لو بري ميير كوميديان 2023 باسكو كانوا معايا سيليكسيوني الناس اللي انا نشوفهم قدوه ليا كيما نبيل عسلي كيما مصطفى العريبي. راني فرحان بزاف من هذه التويج للناس كامل اللي وقفت معايا وامنت بيا، من بينهم يحيى مزاحم اللي دار فيا كونفيونس في لا سيري الضامة، والحمد لله قدرنا نكومبوزيو ان بيرسوناج اللي عجب الناس، وراني فرحان ثاني تكديت هذه الحاجه في بلادي. والفنانه ريم تاكوجت خدات لقب افضل ممثله لعام 2023. جميل تكون مثل هذه الفعاليات اللي تكلل تعب ومجهود الفنانين اللي يحاولوا يبدعوا ويتميزوا بأدوارهم من أجل توصيل رسائل للمشاهد الجزائري.